المبادرة هذه جات أولا حب الوطن، ثانيا تعريف الشباب والجيل الصاعد بالأهمية هذه الزيارة هذه اللي هي تكتبت بحروف من ذهب في تاريخ المملكة المغربية وفي تاريخ مدينة طنجة، والناس ديال طنجة ولا الساكنة مدينة طنجة كلهم سعداء وفرحانين بهذا المعرض هذا. وأنا الحمد لله توفقت باش نعمل هذا المعرض من يعني مشاركتي بهذا المعرض هذا باش نعطي واحد الصوره للجيل الصاعد باش يعرف حتى هو القيمه الذكرى هذه اللي هي ذكرى غاليه علينا وغاليه على جميع المغاربه، وتعتبر يعني من 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 من, من اشهر الزيارات اللي قام بها السلطان واللي حدد فيها المصير ديال الوطن. هذه الخمسه كنت عملته في الرباط، عملته في العرائش، وعملته في مدينه طنجه ثلاثه المرات في نفس السنه. نعم عملته لا في طنجة العام اللي فات في 9 أبريل، ولكن في هذا العام هذا في 9 أبريل عاود عملت الثاني، وفي عيد الاستقلال عملت واحد في ساحة فار وفي الشارع، وفي العرائش عملت واحد في ساحة الأسود، وفي الرباط عملته في مقر وزارة الخارجية. هذه الصور هذه من النوادر، يعني كاين أول صورة في سنة 1927 منذ يعني ملي شبر الحكم سيدي محمد الخامس إلى حتى توفى سنة 1961. وهذه الصور هذه عبارة عن 33 سنة من المرحلة ديال السلطان محمد الخامس، وهي متنوعة وفي ظروف مختلفة. العمل الذي يقوم به الأستاذ علي الشيخ هو عمل جبار، عمل فيه واحد نوع من التاريخ بالصورة والوثائق إلى آخره، وبالتالي إحياء الذاكرة شيء رائع جدا، لأنه يربط الماضي بالحاضر. هذا المعرض اللي فيه صور نادرة وفيه وثائق وظواهر، بمعنى أنه ليس فقط متعلق بالمغفور الله محمد الخامس، ولكن كذلك بالسلطان مولاي يوسف وسلاطين آخرين. ولذلك فهذا المعرض أنا في اعتقادي يجب أن يأخذ مكانة على مستوى ربوع الوطن، ليس فقط على مستوى طنجة، لأنه يذكرنا بأشياء جميلة جدا في تاريخ المغرب ويحيي هذه الذاكرة. المركز الثقافي أحمد بوكماخ سعيد جدا باحتضان هذا المعرض الذي يترجم محطة أساسية من تاريخ المغرب، التي هي محطة خطاب الملك الراحل محمد الخامس بمناسبة ذكرى 9 أبريل الهامة جدا. ويونس الشيخ علي، هذا الجماع للوثائق النادرة وللظهائر وللتحف التي تترجم هذا التاريخ وعمق هذا التاريخ، يعني لابد أن نجزيه عميق الشكر على هذا العمل الجبار والمثابر من أجل يعني أن يوصل إلى الآخر عمق هذه الذكرى، ويعني مدى ما تحمله من دلالات عميقة راسخة في الوجدان المغربي.